إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب حديقة الحسن الثاني. مشهد غريب وصادم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. الصورة أمامكم بقلب حديقة الحسن الثاني، نخلة طيحة وسط الحديقة وكتشكل خطر كبير على زوار هاد الحديقة. والصورة أمامكم غنية عن التعليق مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. صراحة مشهد غريب وصادم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. غريب جدا كيف ما ذكرت من قلب حديقة الحسن الثاني. شوفوا معايا هاد النخلة اللي طايحة وسط حديقة الحسن الثاني وكتشكل خطر كبير على زوار الحديقة وللحياة لمن تنادي. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، الصورة أمامكم غريب جدا. شوفوا الحالة ديالها كيف دايرة، طايحة وسط الحديقة مشاهدينا الكرام. إذا الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، من قلب حديقة الحسن الثاني. مشهد صادم وخطير جدا، نخلة طايحة وسط الحديقة وكتشكل خطر كبير على زوار هذا الحديقة ومستعمري هذا الحديقة ولا حياة لمن تنادي. أيضا كاين واحد الشجرة ثاني وسط الحديقة طايحة، فغريب جدا صراحة مشاهد مبقاتش كتفهم في هذه المدينة. العديد من المشاكل ما بقاتش كتفهم فد المدينة. من بين الأمور شوفوا معايا هاد النخلة اللي طايحة وسط حديقة الحسن الثاني وكتشكل خطر كبير على زوار المدينة، خصوصا أن هاد الحديقة هي المتنفس الوحيد للساكنة. وزيد عليها بأن هاد المكان اللي كتشوفوا معايا فهو كيلعبوا فيه العديد من الاطفال صغار. ها الحديقه باش تكمل الصوره، ها النخله فين طايحه. غريب جدا صراحه هذا المشهد مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في. إذا الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، مشهد صادم وخطير جدا. شوفوا معايا هاد النخلة الكبيرة اللي طايحة بقلب حديقة الحسن الثاني، في مشهد صادم ومشهد يطرح أكثر من علامة استفهام مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. من قلب حديقة الحسن الثاني بن سليمان، مشهد خطير جدا ومشهد صراحة غير مفهوم بتاتا. فهاد النخلة طايحة منذ تقريبا 3 أيام، هي طايحة في هذا المكان بقلب حديقة الحسن الثاني ولا حياة لمن تنادي. حتى واحد ما داها فيها، واش المسؤولين ناسين ولا الله أعلم؟ حفرة كاينة في جانب الحديقة، حتى واحد ما بغى يصيبها. شجرة طايحة في وسط حديقة الحسن الثاني، حتى واحد ما بغى يحيدها من تم. غريب جدا صراحة أمر هاد مسؤولين ديال هاد المدينه، خصوصا الناس مكلفه بالحديقه، مكلفه بالحدائق وبالاناره وبملاعب القرب وبالمسبح البلدي اللي مازال مغلق والناس كتسائل. غريب جدا صراحه مشاهدينا الكرام،
كما ذكرت العديد من المشاكل ما بقاتش مفهومة. خير دليل هذا المشكل ديال هاد النخلة، شوفوا معايا الله يسر، قدر يدوز غا طفل صغير كيلعب من هنا تخشى فيه شوكة، كنتم تعرفوا الشوك ديال النخل، في غيولي هاد الطفل في غتولي الأسرة ديالو في الزيت ديال لوبيطال. مي الغالب الله حنا كنوصلوا الصورة والصوت، ولكن المسؤولين خارج التغطية، أقول هو أكرر المسؤولين ديال المدينة خارج التغطية. وخير دليل المشاكل الكبيرة التي تعاني منها المدينة، واللي عارفة الصغير قبل الكبير، اللي عارفة الصغير قبل الكبير. إذا المشاهدين الكرام باش ما نطولش عليكم، الصورة واضحة أمامكم، نتواجد بقلب حديقة الحسن الثاني، ها هي هذه هي الحديقة، وهي الحديقة الوحيدة هنا بهذا المكان كيقولوا له الشلال. شوفوا معايا هذه النخلة طايحة بقلب حديقة الحسن الثاني، وفي مكان مخصص للأطفال كيلعبوا فيه الأطفال الصغار في العشية، بزاف الأطفال وبزاف العائلات كيلعبوا فيه، يعني غير وصلوا حتى هذه النخلة، النخلة كلها عامرة شوك. صراحة مشهد صادم وغريب جدا. شوفوا معايا الزاج هنايا مشاهدينا الكرام شنو داير، شوفوا الزاج، شوفوا الأزبال، غريب جدا صراحة هذا المشهد مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوفتي. إذا مشاهدينا الكرام فابقى لي لنودعكم، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء، نلتقي في بث مباشر آخر، نهاركم مبروك لكل متتبعينا الكرام أينما كانوا، سواء داخل أرض وطن أو خارج أرض الوطن.